سيد محمد، هناك الآن جهود للتهدئة، هناك مبادرات أممية، هناك إصرار على الوصول إلى حل في اليمن، لماذا لا تقدم الجماعة على التهدئة قليلا؟ هي تستمر في قصف العمق اليمني وإرسال الطائرات والمسيرات لضرب أهداف حيوية في هذا الوقت الحساس ربما من الوصول إلى حل في اليمن. من يرفض السلام هي دول العدوان ومرتزقتهم في الداخل، ومن قام بالتصعيد هي دول العدوان، حيث قاموا بمنع دخول المشتقات النفطية إلى اليمن، وهذا يعد يحكم بالموت على الشعب اليمني. وبالتالي هناك تصعيد من قبل دول العدوان، صحيح هذا التصعيد من قبل أمريكا، من قبل إدارة بايدن الذين قاموا بمنع دخول المشتقات النفطية، ولكن من الآن يتضرر أكثر من جراء هذا؟ أي نعم، لذلك لماذا نضرب شركة أرامكو؟ ولماذا نضرب امدادات النفط في العمل لكن السعودي؟ لكن يا سيد محمد، وسأنقل هنا كلام عن مسؤولين امميين دبلوماسيين، اسمح لي بالمقاطعه، دبلوماسيين امميين يقولون ان فريقا امميا خلص الى ان الحوثيين شنوا هجوما اسفر عن مقتل 22 شخصا في مطار عدن لدى وصول مسؤولين يمنيين في 30 من ديسمبر الماضي. يعني كيف يمكن فهم مبادرات سلام وشروط للتهدئة وحوار مع أطراف الحرب في وقت يستمر في هذا القصف ومقتل أيضا أطراف يمنية وغير يمنية؟ كما قلت لك أن منع دخول المشتقات النفطية لليمن هو يعد أكبر تصعيد، وأضرار الحصار أكثر من أضرار العدوان نفسه. لاحظ أن الأخ عبد الله يضحك، ولكنهم يتألمون كثيرا عندما نقوم بقصف إمدادات النفط في السعودية، وهذه الهجمات ستتزايد وستتصاعد حتى نجبر السعودية مرغمة على وقف عدوانها على اليمن. لذلك لن تضحك كثيرا، وسيأتي اليوم الذي تبكي فيه، وقد بدأتم بالبكاء والصياح والنواح أمام المجتمع الدولي. أضحك 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 على خيبتك. نعم، والله مشفق عليك يا محمد، والله يشفق عليك، والله والله انت مسكين يا محمد. فاضل بالنسبه يا اخي، روح جند في الجبهات، خليك على جند المرتزقه في الجبهات، هذا ليس مكانك يا عبد الله. طيب لنتابع الموضوع لو سمحت.